السلام عليكم ورحمة الله. الحين شرح طريقة الترانسبوزيشن تكنيكس. حلو، بس هذا السؤال الكي راح يعطيك 4 3 5 2 1، هو راح يختلف بعض الأحيان على حسب السؤال. البلاند تيسك اللي هو هذه جازان يونيفرسيتي، هذا بلاند تيسك. المطلوب هو الحين تحويل البلاند تيسك إلى السايفر تيسك. تمام. السايفر تيسك راح يكون، راح نبدأ هنا من الواحد، الواحد من هنا راح تاخذ هذا اللي هو N E Y، هذا اول واحد. الحين الاثنين A V T، بعدين هذه الثلاثة، حلو، A N S، بعدين الاربعة G Y R، بعدين الخمسة اللي هو Z I I. تمام. الحين راح نحول المطلوب، الحين احنا حولنا البلاند تيسك الى سايفر تيسك. احنا الرساله هذه طلعت سايفر تيست. ايوه الحين طلعت سايفر تيسك، بس الحين هو نحولها، نرجع لهذه. هذا سايفر تيسك، تحويل سايفر تيسك تو بلاند تيسك. حلو، هذه العملية لازم تسوي معادلة. المعادلة هي يقول لك عدد الحروف تقسيم عدد الأعمدة، هتساوي عدد الصفوف. تمام. عدد الحروف كم طلعت معانا؟ هذه كل هذه طلعت معانا 15. تقسيم عدد الأعمدة كم؟ 1 2 3 4 5. تمام. 15 تقسيم 5 اللي هي 3، اللي هو الصف الأول. احنا راح نكتب هنا الصف الأول عشان تفهمون، هنا الصف الثاني وهذا الصف الثالث. تمام. حلو، الحين راح نحط نفس الأرقام اللي هي هذه، نفس الأرقام اللي هي 4 3 5 2 1. تمام. الصف الأول، حلو، راح نأخذ اللي هي هذا أول، راح نبدأ بالواحد، الواحد اللي هو N، نأخذ ثلاثة حروف. أيوة نأخذ ثلاثة حروف، تبدأ من هنا من الواحد N E Y N E Y. تمام. بعدين تأخذ ثلاثة حروف، هاي عند الرقم 2 A V T، بعدين تروح للثلاثة، حلو، اللي هي A N S، بعدين تروح للأربعة. تمام. اللي هي G U R. تمام. بعدين تروح للخمسة Z I I، راح تطلع معانا هذه جازان يونيفرسيتي. طبعا هذا الصف الاول وهذا الصف الثاني وهذا الصف الثالث عشان ما يتلخبط معاه، وهذا هو الكي، هذا الكي. وصلى الله وبارك. الحين حولناها للبلانتسك، رجعناها للاساس.